ايه؟ طب بذمتك مش عيب لما اقوله حازم بيه العطار مات منتحر؟ اكرمني من ان اموت على ايدك يا مروان. ما هي حاجه من الاثنين، يا انت بتحاول تبقى مجنون زيي، يا انت اصلا مجنون زيي. انا حازم زي العطار. ايه؟ أظن أنا كده عملت اللي عليا والخطة مشيت زي ما رسمتها لك بالظبط. عندك العيب، وأنا قد كلامي وأنت عارف. فلوسك في الحفظ والصوم، إيه تحب تشغلهم معايا؟ لا، أنا أحب أشغلهم معايا أنا. تمام، بكرة التشيك يكون عندك. مفيش مانع، بكرة مش بعيد. وزي ما نظرية سامي بتقول، اللي يتزكى على الدنيا تتغابى عليه. أنت بتهددني يا سامي؟ بعد الشر يا نوجة، أنا بس بوعيكي. السر اللي بيننا ممكن يبقى اكسكلوسيف عند كل اللي يهمهم الأمر. تصوري بقى ساعتها هيعملوا فيكي إيه لما يعرفوا إن أنتي اللي ورا حبس بنت العطار؟ ها؟ ناوي على إيه؟ هتيجي معايا دغري ولا إيه؟ برافو عليكي. أنا برضو قلت كده. ما حد يدري وين النصيب. معاك حق. شوف كانت لمين وفي آخر لحظة بقت لمين. كل شيء مكتوب أمام ربي. ونعم بالله. على أي حال هم كلهم ولادك يا شيخ أبو نصير. لا، الخاين من والديه ولا يبقى مني. عندك حق. عموما ألف مبروك وربنا يتمم لهم بخير إن شاء الله. أنا يا دوب كده ألحق. اتمهل يا رجال، هحملك شوية أغراض للبيت. مش كل مرة يا شيخ أبو نصير. عيب يا رجال، هذا واجب العرس ما يترد. يا سعد، هتتجوز امتى؟ لما يأذن ربنا سعادتك. ربنا يتمم لك بخير، وهتعزمني على الفرح ولا لا؟ يوم المنى لما تنورنا يا باشا. أي يا عمدة؟ لا أنا تمام الحمد لله. آه. عمدة مين؟ عماد؟ أيوه ده عماد. طب هترغي معاه أنت ولا أنا؟ ذكري عايز أكلمك، اتفضل. اتفضل يا عم ذكري. حبيب أبوك. ايه يا حجيج؟ بكلمك تليفونك مقفول يا حبيبي. اسكت يا عماد، الموبايل بايظ، بس اطمن هخلي اختك تشتري واحد جديد. طيب ماشي. كنت بقول لك الراجل بتاع الشقه كلمني وكان عايز القسط، فما تنساش تعدي عليه وتديهوله والنبي. ولا يهمك، هبعت محمود بالمبلغ كله دلوقتي. بقول لك ايه يا حبيبي، هو ده اخر قسط صح؟ ايوه يا ابني. خلاص يا حبيبي اطمن، اعتبر ان العقد الاخضر في جيبنا خلاص. الحمد لله. عيش وتجيب. واختك كمان ما تتوصاش، تقريبا خلصت الشيب كله يا عماد. اه ما انا عارف، ما تضيعوش وقت انت وشمس وعايزين تخلصوا مني. وقت واحنا عندنا وقت تاني، احنا عاوزين نفرح بيك بقى يا عماد، وربنا عاوزين يفرح بيك يا ابني. هانت يا حبيبي باذن الله. عماد، امانه عليك يا عمده، اول ما تمسك ارهابي وهتموته خد معاه صوره سيلفي وانت بتموته وابعتها لي عشان اشيل صورتك انت واحط صورتي. حاضر حاضر، انا هكلمك كل ما ابقى فاضي باذن الله. خلي بالك من نفسك وخلي بالك من شمس، وعايزك كل ما تقابل امل تسلم عليها. طيب يا حبيبي ما تشيلش همنا، انت اللي تخلي بالك من نفسك يا عماد. اعمل معروف وكلمني كتير عشان ابقى مطمن عليك، فاهم؟ ماشي يا عماد حبيبي. سلام يا حبيبي، الف سلام. ربنا يحرسك يا ابني. الشحنه بدات تتحرك دلوقتي يا فندم. جميع القوات تجهز. جاهز يا فندم. ابعت اشاره لكل الكمائن والتمركزات اللي موجوده بالاستعداد والتعامل الفوري. استعدوا، الشحنه قربت توصل، خليكم في حاله استعداد، اضرب على طول. دلوقتي بقى ممكن تقولي لي اللي انا عايز اسمعه.
اسمه أمير. أمير سلام. خليها تتصل بيه. بيرد كويس. انا مش مستعجل خالص، المهم انت بقى تستحملي لغايه ما هو يرد. هبوس ايدك، انا ماليش ذنب في اي حاجه. انا ما اعرفش ما بينك وما بينه ايه. مش من مصلحتك انك تعرفي. خدها خطب. امير أمير سلامة. قاعد لوحدك ليه؟ جيتي في وقتك. فاكرة لما قلتيلي إنك عايز تشتغلي في الأكشن؟ آه، اللي فكرك؟ هقولك، ده الدرس الأول، هعلمك إزاي تمسكي خيوط اللعبة، بس المرة دي هعلمها لك نظري. طب بجد؟ ايه اللي بتعمله ده؟ لما تشوفي العرايس وبعدين تشوفي اللي هيحصل في الارض هتعرفي امتى اللي علمته لك. النهارده الليله الكبيره. الدنيا دي اصلها مولد فيها كل اصناف البشر، العمدة، المعلم، بتاع اليانصيب، صاحب السيرك، وبياع الحمص. عشان كده بيقولوا خرج من المولد بلا حمص؟ بالظبط. كل واحد يعدي على المولد ياخد حمص. إلى الفقري بيعدي ما بياخدش اي حمص. طبعا انت اكتر واحد بتحب تاكل حمص. الحمص ده كله بتاعي، بسيبهم يتنافسوا عليه، انا اللي بدولهم بس بحساب. ما تيلا بينا ندخل المولد. كيفك يا حسن؟ موسى؟ يا موسى توحشتني يا ابن زين، توحشتني يا ابن العطارين. ايه زيد، نسيت ان احنا في يوم من الايام كنا اخوات؟ كنا يا موسى، وانت ما رأتش الاخوه اللي بيننا. تزعل معلش، عودي اليوم اللي كفر فيه عن ذنبي يا ابو علي. استغفر الله العظيم. عمار بابا، هو ما فيش شبكه هنا؟ انا مش عارف اتصل. سيبك من الاتصال دلوقتي، عايزك تجهز نفسك علشان هنمشي. امشي. طب الفرح؟ انسى الفرح، احنا هنمشي فورا. هو في ايه يا بابا؟ في حاجة بتحصل مش عارفها بس مش مريحاني، عشان كده هنمشي على طول. فاكر يا حسن؟ فاكر الحكايه اللي كان بيحكيها لنا سميح واحنا صغارين قبل ما ننام؟ الحكايه اللي كان بيحكيها لنا عشان نخاف نطلع برا الدار. فاكر الراجل اللي كان بيلبس اسود
وبيستنى الرجال الزين على الليل عشان يربطهم بالسلبه ويرميهم في الميه. فاكر ولا نسيت؟ كنت بتخافوا مني الراجل ده، لكن انا لا، انا كان نفسي اقابله. قابلته يا موسى؟ دورت عليه، دورت عليه زين بس ما لقيتهوش. عشان كده قررت ان اكون هو. نزار! مشوا المركب دي. انا ما يلزمنيش غير المركب دي. وحضر لي السلبة عشان افكر ابو علي بالراجل اللي كان بيخاف مني. بقول لك ايه، انا رايح اتغدى بره، انجز وما تتاخرش. سلام. ها، تحب تتغدى فين؟ في البيت. بيت ايه؟ احنا مش متفقين نتغدى بره؟ احنا هنتغدى مع بعض، بس هنتغدى في البيت. بس انا صراحه عامله لك مفاجاه، انا اللي طبخه الاكل كله. اللهم صل على النبي، بركاتك يا هناء يا صايغ. اذا كان كده بقى هخلص بدري بدري واحصلك. ايه ده، انت مش تروح معايا؟ لا مش هينفع، عندي ميعاد مهم وحسابات لازم تخلص. اخلصها على السخان وتلاقيني وراكي. ده يا ستي بقى شجع السيمة، اللي فاكر نفسه قوي وخطير وعايز يصارع الاسد. ومين دي؟ شجاع سيما بقى لما بيعرضها قوي، هو وكل اللي معاه يطلعوا بره. ده بقى العمدة، كل ما بيسأل بيتوه، ولما يسأل أكتر بيتوه أكتر. الزمار بيلعب، لا هو عايش ولا هو ميت. ليه بقى فقرة السيرك؟ فيها كل الألعاب، النط على الحبال، ده مرود الأسود. بس يا عيني مش قادر يعمل الأسد أي حاجة. الدنيا حظوظ والمولد مليان حظوظ، كل واحد بياخد نصيبه، كل واحد بياخد نصيبه. قدره مكتوب، في ناس بتموت في البر،